جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ماذا علي أن أفعل في شهر رمضان إذا كان عملي يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، وبسبب ذلك لا أستطيع صلاة التراويح، هل يلزم القضاء أم لا؟ جزاكم الله خيرا. صلاة التراويح سنة، والسنة لا تقضى إذا فاتت، ولكن إذا كان عندك وقت آخر من آخر الليل تصلي فيه وتتهجد فيه فإن ذلك يعوض عن صلاة التراويح. بإمكانك أن تصلي من آخر الليل إذا رجعت من عملك، أن تصلي من آخر الليل، أو إذا فرغت من عملك في أول الليل أن تصلي ما تيسر. الأمر في هذا واسع ولله الحمد. الحمد لله. نعم.